مساء الخير عليكم مشاهدينا، ومساء الفل، ومساء الجمال، ومساء الرضا، ومساء الهنا. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم، ويا رب تكونوا اكلتوا كحك كتير وبتفور كتير، وبقينا قاعدين في البيت بقى مفيش خروج ولا في اي فسح. النهارده اول حلقه ليا برنامج نعم استطيع، الحلقه رقم 167. اتمنى ان انا اكون خفيفه عليكم. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وميز الانسان بحاجات كتيره جدا. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وميز الانسان بحاجات كتيره جدا، وسلحه بالاراده وان هو يقدر يطور من نفسه، وان هو يقدر كمان ان هو يعدي المشكلات الخاصه بيه. اي مشكله بتقابلنا لازم نقدر نعديها، ولازم تقول لنفسك انا اقدر احلها واقدر ان انا اتجاوزها. لازم يكون عندك ايمان بنفسك، لازم تقول نعم استطيع. نعم استطيع مش مجرد كلمه بتتقال، نعم استطيع اقوال وافعال. معايا النهارده ضيفتي هي حقيقة ضيفة جميلة جدا، وضيفة موهوبة، وبالنسبة لي أنا ضيفة شجاعة. استخدمت السوشيال ميديا، هو يعتبر السوشيال ميديا السلاح ذو حدين، بس هي استخدمته في السلاح هام جدا، إنها قدرت إنها تتواصل مع الناس، ومن خلال الكلام معها هنقدر نعرف هي عملت إيه في السوشيال ميديا. معايا النهاردة ضيفتي أستاذة أماني الغزاوي. إزيك يا أماني؟ أهلا يا حبيبي، الحمد لله إيه؟ بخير. تمام، احكي لنا عن نفسك وعن المبادرة اللي أنت قمتي بيها. طيب، في البداية أحب الأول أعيد عليكي وعلى كل السادة المشاهدين، ويا رب بإذن الله كل الأمة الإسلامية تكون بخير دايما. وشكرا طبعا على الاستضافة الجميلة دي. مبادرة خد الخطوة هي عبارة عن يوتيوب تشانل، حاولت ان انا من خلالها اقدر اوصل كل الخبرات او المعلومات او الحاجات اللي انا قدرت اكتسبها في كل الفترة اللي فاتت من حياتي. الموضوع بدأ معايا باختصار تقريبا من 5 سنين، كانت يعني تقدري تقولي كده ايه التورنينج بوينت في حياتي، فترة انا قررت ان انا تغيير مسار. بالظبط. فترة انا قررت فيها ان انا اتغير، ان انا اواجه كل الظروف اللي مضايقاني في حياتي، مش ان انا استسلم ليها وان انا اعيش دور الضحية، وان انا ابقى مستسلمة للوضع اللي انا فيه، قد ما ان انا احاول اغير من نفسي عشان كل حاجة حواليا تتغير. طبعا الحمد لله الفترة دي ساعدني في اجتياز حاجات كتير قوي. طبعا اولها وعلى راسهم عيلتي الجميله، والدي ووالدتي واخويا، لانهم دايما إيه؟ العامل المساعد الاساسي في حياه البني ادم الاهل، يعني جدا بفضل الله ان ربنا انعم عليا بالاسره دي، لان هم فعلا كانوا سبورت طول الوقت معايا، كانوا سند طول الوقت ليا. وغير كده كمان ان انا اتدرجت في مجالات شغل مختلفة، يعني انا اشتغلت الاول انجلش وايطاليان انستراكتور، محاضر للغة انجليزية وايطالية، اي ماركتير، تسويق الكتروني. وبعد كده بدأت ان انا ادخل في شغل الاستيراد والتصدير، واتدرجت في كذا مجال، لحد ما الحمد لله برضو بفضل الله وصلت لبيئة خصبة جدا لاي حد مبدع او اي حد حابب يطور من نفسه، وهي شركة سترا. شركة برضو تعلمت فيها حاجات كتيرة جدا، وانا بحب اوجه لهم الشكر ليهم كلهم، من اول الادارة يعني لابسط حد في الشركة. وفي خلال ده كله بدأت ان انا اتوجه لليوتيوب. جات لك منين يا اماني فكرة المبادرة الخاصة بيكي اللي هي خد الخطوة؟ لما بدأت ان انا اتفرج على اليوتيوب، بدأت ان انا اتابع الناس اللي انا او اختار المحتوى اللي هو هيفيدني، واتابع الناس اللي انا اقدر استفيد منهم، زي استاذ احمد عمارة، استاذ حسام هيكل، كريم اسماعيل، حازم الصديق. كل الناس دي مجموعة من الشباب كلهم قابلوا تحديات وظروف صعبة، وحياتهم مرت بأبس اند داونز كده كتير، تقلبات كتير، وكانوا بيشرحوا في الفيديوز بتاعتهم ازاي طوروا من نفسهم، وبيحاولوا يساعدوا الناس ان هم يتطوروا. في الوقت ده انا قررت ان انا لازم انا كمان لما اوصل لمرحلة من النضج ده، او يكون عندي تجربة انا شايفة ان انا نجحت فيها لحد كبير، ابدأ ان انا اشارك التجربة دي مع الناس. وقتها جات لي فكره اليوتيوب شانل، ان انا ابدا بانه وسيله التواصل الاجتماعي الوحيده اللي الناس تقدر انها تتواصل بيها وتعرضي الافكار الخاصه بيكي. جدا، لان هي قد ايه كمان في السنوات الاخيره دي بقت مؤثره جدا، وبقى عليها كونتنت في مختلف المجالات، وكل حاجه انت عايزه تتعلميها تقدري تتعلميها من اليوتيوب. كمان خصوصا ان انا لفت نظري شويه
ان كل اليوتيوبرز البنات بيكون كل تجاربهم او التشانلز بتاعتهم متخصصه بالميك اب، الفاشن والموضه. بالفاشن، بالطبيخ، مش عارف ايه. طبعا انا ما بقللش من المحتوى ده خالص، لان في ناس فعلا مهتمه بيه وكاتيجوري كبيره جدا وبتستفيد منه. بس على بس انت الصعيد قررتي الاخر تعملي حاجه مختلفه وحاجه بالظبط، جديده. انا حسيت ان في جزء من البنات عنده مشاكل تانية، عنده مشاكل. طب انا عندي ظروف صعبه، بعول اطفال مثلا، ازاي الاقي شغل؟ عندي حلم، ازاي اوصل له؟ ازاي احقق اهدافي؟ طب انا في وسط مجتمع شرقي، ازاي اقدر احافظ على العادات والتقاليد بتاعتي وفي نفس الوقت اقدر اوصل للي انا عايزاه، او اوصل فكرتي، او اعبر عن رايي، او الاقي، او ادخل في كارير معين انا ما عنديش مثلا القدره ان انا اروح اتعلمه في كورسز او في حاجات زي كده، فازاي ان انا اتعلمه على اليوتيوب. فحسيت ان انا مهتمه اكتر ان انا اخدم الناس دي والكاتيجوري دي من خلال كل الحاجات اللي انا مريت بيها، لان انا في ناس ساعدتني وفي تشانلز برضو من متابعتي ليها هي اللي وصلتني استفدتي للي انا منها. وصلته بالظبط. فحبيت ان انا انقل التجربه دي لحد، لعل وعسى يكون في ولو شخص واحد بيمر بنفس اللي انا بمر بيه يقدر يستفيد انتي منه. بتلاقي فعلا نسبة المشاهدة عندك عالية، او انتي ازاي بتعرفي نسبة المشاهدة عندك عالية؟ طبعا تشانل اليوتيوب بيكون عندك حاجة اسمها يوتيوب ستوديو، دي بتشوفي منها عدد المشاهدات عندك قد ايه، حتى العمر اللي بيشاهدك قد ايه، من بلاد ايه بالظبط. كمان بيعملك زي استاتكس كده، الاحصائيات عن التشانل بتاعتك بتزيد او بتقل. اللي ابهرني بجد حقيقي كان ردود الافعال، يعني بعد ما بدأت انزل تقريبا تاني فيديو بدأ يوصل لي أسئلة كتير، الناس مهتمة بالموضوع. جدا والله عندك حق، ده انا فعلا ما كنتش عارف اخد خطوه في الحاجه الفلانيه، ده فعلا السبب الفلاني اللي انت قلتي عليه انا كنت بواجهه. طب انت قدرتي توصلي للشغل بتاعك ده ازاي؟ طب انا حابب ادخل المجال الفلاني اعمل ايه؟ طب انا عايز اخد كورس بس مش عندي امكانيات ماديه اعمل ايه؟ ورد فعل الناس اللي حواليا كان مشجع جدا جدا جدا، وبقى عندي طاقه اكتر ان انا استمر. وبمناسبة القناة أنا بس حابة أوجه شكر لشخص مهم جدا جدا جدا، اللي هو يعني أستاذ أحمد أمين المصور والعبقري بتاع الشركة بتاعتنا، لأن هو مجرد ما أنا اتكلمت معاه في الفكرة ساعدني بشكل ما تتخيلهوش في قصة التصوير والمونتاج. فبصراحة لولا هو فضل ربنا طبعا اولا وهو، ما كنتش هقدر اوصل فكرتي بالطريقة اللي انا فعلا كنت اتمنى انها توصل. هو طموحك في الحياة يا أمين؟ بصي، هو انا عندي طموحات شخصية كتيرة جدا، بس بيتهيألي اهمهم وعلى رأسهم بالنسبة لي بيتلخص في كلمة الاثر. بشوف ان افضل حاجة الانسان ممكن يعملها لنفسه ان هو يكون له اثر طيب في حياة ولو شخص واحد بس. بس احنا قبل ما نبتدي الحلقه كنا مدردش انا وانتي، وقلتي ان انتي نفسك تبقي مذيعه، وانا من خلال البرنامج نعم استطيع اقدر اقول لك انتي تستطيعي يا امين تكوني مذيعه، ومعاكي دلوقتي المايك ومعاكي الكاميرا، ووريني تبقي مذيعه ازاي. لا لا انت هتصدقي. يلا حالا. يلا حالا. لا مش مجهزه حاجه، قد ايه طموحات طموحات يعني. لا انا ما عنديش طموحات، بتتحقق في برنامج نعم استطيع. طيب ماشي، نقول مثلا مقدمه الحلقه. اتفضلي. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بيكم في برنامجكم وبرنامجنا نعم أستطيع. نعم أستطيع أكون أفضل، نعم أستطيع أكون أقوى، نعم أستطيع أكون أفضل نسخة مني مش من حد تاني، لأن أنا مؤمن وواثق إن أنا أفضل حاجة حصلت في الكون ده كله. هي دي رسالتنا اللي احنا بنوجهها لكل الناس اللي بيتابعونا، ولحضراتكم طبعا، ولكل حد سأل نفسه في يوم من الأيام، هو أنا أقدر أوصل؟ هو أنا أقدر أنجح؟ هو أنا أقدر أحقق أحلامي؟ وإزاي أحقق الأحلام دي؟ كل التساؤلات دي هتلاقوا إجابتها معانا في برنامج نعم أستطيع، وفاصل نرجع لكم تاني. والله شابو، والله عملتيها أحسن مني، وأنا بقولك شابو، برافو عليكي. وأعمل لك مفاجأة دلوقتي حالا، أنت إن شاء الله هتبقى مذيعة معانا في برنامج نعم أستطيع أمين الغزاوي، ده خبر بوم. ميرسي والله بجد مش قادرة. نعم أستطيع، برنامج نعم أستطيع بيتبنى كل المواهب وكل المبادرات. عندك موهبة، عندك مبادرة، عندك مشروع، عندك فكرة، تقدر تتواصل معانا، أرقام على الشاشة دلوقتي، ومعانا مداخلة هاتفية ومفاجأة ليكي، ونقول ألو.
الو صباح الخير. الو صباح النور. صباح الخير. ازيك يا باشمهندس وليد؟ منوره. ده نورك، ربنا يخليك منور. عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. حمد زين المذيعه المتالقه بنت طنطا. ميرسي، ربنا يخليك يا رب. انا عامل مداخله عشان خاطر ارحب باماني الغزاوي. طبعا بنت طنطا برضو، وبقول لها ان شاء الله انت قلتي دلوقتي انا عايز ابقى مذيعه، وعملنا تيست على الهوا، وان شاء الله انت معانا من الاسبوع اللي جاي مذيعه في برنامج نعم استطيع. تمام كده؟ متشكره لحضرتك جدا. في برنامج الواحد سيدنا علي بيقول كل متوقع الاتي فتوقع ما تتمنى، شرط الصبر والسعي والاجتهاد. وانت اماني شخصيه بتسعي جدا، قويه جدا، عندك اراده حديديه، فلازم تكوني معانا في نعم استطيع. شكرا ليكم وكملوا حلقتكم. شكرا. ايه رايك في المفاجاه دي؟ مبسوطه جدا، يا مش متخيله بجد. الف مبروك يا اماني، وانا يشرفني تكوني زميلتي معايا في البرنامج نعم استطيع. وزي ما قلت من شويه، نعم استطيع هو برنامج بيتبنى كل المواهب وكل الافكار وكل المبادرات. شكرا ليك يا اماني، ونورتيني في فقره النهارده. بشكرك والله. يعني هنطلع فاصل ومعايا ضيفه مهمه جدا، وضيفه مفاجاه الفقره النهارده. نطلع فاصل وهنواصل.